كيف يجي؟ والسؤال الثالث الأخ ميم شين يقول: ما حكم من يولي الوظائف الحكومية لبعض أقاربه، يعني يجعلهم أولى من غيرهم بحجة أن الصدقة للأقربين أولى وأن الأقربين أولى بالمعروف؟ هذا خطأ، يعني هو استعمال للكلام يعني في غير موضعه. الأقربون أولى بالمعروف وبالصدقات، يعني إذا أردت أن تتصدق وقريبك فقير فقبل أن تعطي الأباعد أعطي الأقارب، هذا معنى. والله تعالى يقول: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. اليتامى فالوالدين والأقربين أولى. فعند الصدقة وعند الإنفاق من مالك الخاص فهذا، إنما الوظائف الحكومية وظائف القطاع العام كما يسمونها لا تعطى للأقربين، إنما تعطى للقوي الأمين. وإذا كان الناس متفاوتين في القوة والأمانة، أكثرهم قوة وأكثرهم أمانة تعطى له، وفي بعض الوظائف يعطى فيها الأكثر أمانة وبعض الوظائف يعطى فيها الأكثر قوة وكفاءة. يعني قول الوظائف اللي تحتاج إلى ضمير حي ويخشى فيها من الاختلاس والسرقات يبقى الأمين أهم، وبعض الأشياء اللي تحتاج فيها إلى يعني فنية وإلى خبرة وإلى كفاية يبقى القوي فيها أولى، ولكن مش القريب أولى. لا، ده هذا يفسد الإدارة ويفسد الأمور إذا الإنسان وظف أقاربه أو أصدقائه أو محاسيبه، هذا يضيع الأمم ويضيع الدول. وفي بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف إنه من ولى يعني أمرا وهناك لشخص أو لرجل وفي المسلمين من هو أكفأ منه أو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين، لأنه حط في الأمر من لا يستحق، لأنه محسوب عليه، لأنه دفع له رشوة، لأنه يعني هذا هو سبب الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل توسيد الأمر إلى غير أهله من علامات الساعة، كما روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني متى الساعة يا رسول الله، فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله انتظر الساعة. وفي ساعة عامة للبشرية كلها وفي ساعة خاصة لكل أمة من الأمم. إذا أمة من الأمم وسد الأمر فيها إلى غير أهله وشاع هذا، يبقى اقتربت ساعة الأمة، ساعة ضياعها وضياع ملكها وضياع سيادتها. إذا وسد الأمر وإذا شاع هذا في الأمم كلها يبقى البشرية عليها العفاء، لابد أن تقوم الساعة على الجميع. فإعطاء الأقارب بحجة أنهم أولى بالمعروف، لا، ليس هذا في القضايا العامة. القضايا العامة يأخذ بقى واحد طالع الأول، ومن حقه أنه هو يكون أول واحد يعين، أو ما روح أجيب أقاربي وأعينه بدله وهذا الأول العبقري النابغة هذا يعني يؤخر، هذا يعني تفسد الأمم بهذه الأمور. والأمانة أن تضع يعني الشخص المناسب في مكانه المناسب، وتقدم من حقه التقديم وتؤخر من حقه التأخير. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.